ايمن عم الناس حبيبي، اتمنى ان شاء الله انك تكون بخير وبصحة وعافية. ناس كلموني عشان اقول كلمة في حقك، ما ترددش ولا ثانية، عشان انت من الناس اللي بعزهم وانت عارف كده كتير كويس جدا، ومن الناس اللي عديت معاهم فترة حلوة في نادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله انك تكون بخير وتقعد في بيتك. اه تقعد في بيتك عشان ايه؟ انا محتاجينك، انا محتاجينك يا باشا. أزارو طبعا من يعني انا بحبه جدا بصراحه يعني، وزعلت جدا انه مشي اعاره. طبعا من اللعيبه المجتهده واللعيبه السوبر، انا وجهه نظري ان هو من اللعيبه السوبر اللي لهم مستقبل، هو لسه صغير. ومن وجهه نظري برضو من الفراوده اللي احنا خسرناهم، بس ان شاء الله يرجع الموسم الجديد معانا ويكمل معانا ان شاء الله.